إخوة الإيمان والإسلام مسك الختام، وكما بدأنا نختتم وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت إلى رب كريم، نعيش في رحب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وفخر قراء مريض مصر العربية ومحافظة الغربية، فضيلة القارئ الدكتور الشيخ عبد الناصر حرب، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الإسلامي.
بسم الله ما شاء الله. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا ولكن جعلناه نورا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الشيخ عبد الناصر.
Yeah.
أمان. ما شاء الله الكريم الذي خلقك فسواك عالمت نفس ما
الشيخ عبد الله. الله بسم الله ما شاء الله. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعلك. الله اكبر ما شاء الله. يا استاذ يا عالم الغربيه الله يقطع عليك. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين يعلمون إنما الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم وما أدراك يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. اللهم صل عليه. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. بسم ربك
الشيخ عبد الناصر. اقرا ده صباح على الشيخ عبد الناصر. الله اكبر. خلق الانسان من علق. اقرا. الحمد لله كم أعطى وتوهبا من فضله شرف الإنسان بالهدى واختص من خلقه نفرا بقرآن يهدي به من إلى الإسلام قد راغبا لا يقرؤون سوى نص الكتاب وما روت أئمتنا عن أفضل النخبا فطوبى لمن تلاه حق تلاوته وكان لمواضع الإحباء والإظهار والإقرام متمكنا ولكلماته محققا ولحروفه مفخما ومرققا وهنيئا لمن استمع إليه وكان لسماعه متعظا متدبرا حماك الله يا خير القارئين لأعظم تنزيل على النبي محمدا وهكذا يا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا ذلكم والعالم القراني وفخر قراءه بنشر العربيه ومحافظه الغربيه فضيله القارئ الدكتور الشيخ عبد الناصر حرق قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ العالم الاسلامي والمقيم بشبرا اليمن مركز زفتة بمحافظه الغربيه نقل توزيع على مسامح حضراتكم من احدى وحدات الاذاعات المحليه والهندسه الكهربائيه الكبرى فتطلع من محلات المتوكل على الله احمد محمد السلام المقيم بكفر شبرا اليمن مخازن فراشة الكبرى الحديثة فتطلع من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله حماد جعفر المقيم بكفر شبرا اليمن اخوة اليمن والاسلام تتقدم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة واقاربهم وانسابهم بخالص الشكر والتقدير الى كل من تقدم اليهم بالعزاء سائلين المولى عز وجل ان يجعل ثواب كل ما قرئ في هذه الليله في ميزان حسنات الفقيد الراحل اللهم امين امين.